يصدر السيد قاضي التحقيق إنابة إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لتتولى جملة أعمال. الأعمال هذه كبيرة واسعة برشا بعد ذكر بالجريمة، فإنه يعمل تقريبا 10 صفحة فيها البحث عن الجنايات والمسرح الجريمة ونوع السلاح إلى آخره. عمليا كأنه أصدر تفويضا عاما، توكيل عام للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في القيام بكل الأعمال. ثم لما حال يكمل بعد وإنهاء نتيجة أعمالكم إلينا في أقرب وقت ممكن مع مراجعتنا كل ما اقتضى الأمر ذلك، وسنرى من بعد في بعض الأحيان أنه حتى مراجعة ما راجعوش في العديد من الأعمال. أنتم تشوفوا نتيجة أثناء في البحث. إذن هذا سيد قاضي التحقيق بمنطق قضاء الولاء يريد أن يلقي بالعبء البحث على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية.